في المحاضرة دي هنبدأ نتكلم على سبيشيس تاني أو جينس تاني من التريماتودا، وهو الهتروفيس هتروفيس. الهتروفيس تعتبر من ضمن الديدان التريماتودا أو من ضمن الديدان الورقية اللي بتعيش فيه الانتستين بتاع الهيومن والماء أو المان والمامالز ايدينج فيش أو باقي الثدييات اللي بتتغذى على الأسماك. تعتبر من أصغر الديدان المفلطحة اللي موجودة، وقلنا بيبقى حجمها صغير خالص وبتبقى متميزة شوية في الشكل عن باقي التريماتودا، فبتاخد شكل الشكل الكمثري أو الشكل البير شيب. في نفس الوقت دي من ضمن التريماتودز اللي بتكون مميزة في إن ليها 3 سكرز أو 3 ممصات، الأورال سكرز والفنترال سكر وممص الثالث بسميه الجينيتال سكر. بتكون صغيرة جدا في الحجم، من أصغر الديدان قلنا اللي بتعيش فيه الانتستين. في نفس الوقت بيكون عدد التستس فيها بتبقى فيها 2 راوند التستس أو بيبقى شغل بياخدوا شكل أوفر في بعض الأحيان. وفي نفس الوقت الأوفر بتاعها بيبقى فيها أوفري واحد بيبقى راوند موجود في منتصف الجسم. ده شكل مورفولوجي. في السلايد دي هنوضح الشكل المورفولوجي بتاع الادلت، وقلنا بتاخد شكل البريفورم وبتبقى متغطية من بره بسكيلز صغيرة او سباين صغيرة بتبقى موجودة على الجسم من بره، وخاصة في المنطقة الامامية من الجسم. قلنا اكتر حاجة بتميز الهتروفيس عن باقي التريماتودا في ان هي بيكون فيها 3 سكرز، الاورال سكر والفنترال سكر واللي بيبقى موجود في نص الجسم والجينيتال سكر، وده بيبقى موجود او المكان التقاء الجينيتال سيستم بتاع الميل والفيميل، وبيبقى موجود ورا او بوستيريور للفنترال. في نفس الوقت الانتستين بتاعة الهتروفيس على عكس اللي كانت فيه مثلا الفشولة، هنا الانتستين بتبقى سموث، بتفتح في الاول في البداية في الاورال سكر، بعد كده بتديني اوسيفاجس بيبقى هنا شكله طويل شوية عن مكان مثلا في الفشولة او في باقي التريماتودا اللي اتدرست، وبيبقى حواليه طبعا الاوسيفاجس الفيرنكس او البلعوم العضلي، وبيبدأ بعد كده الاوسيفاجس يتفرع ليه فرعين من الانتستين بيبقوا سموث كم عما كان في الفشولة كان بيبقى الانتستين فيها بتبقى برانش بتديني انتستينال سيكا لغاية نهاية الجسم. وقلنا غالبا الجينيتال الدايجستيف سيستم في حالة التريماتودا بيكون انكمبليت. قلنا بلاقي ان الهتروفيس من ضمن الطفيليات اللي بتعيش فيه او بتبقى امبيدد في الانتستين بتاعه المان والاذر مامالز الايتنج فيش زي الدوكس وزي الكات وزي الفوكس. لو اتكلمنا على الهتروفيس هلاقي ان الهتروفيس بتسبب مرض بسميه الهيتروفييسيس، والهيتروفييسيس ده عباره عن اسم المرض اللي بتسببه الهتروفيس زيه وزي الفاشولة بتسبب مرض فاشوليسيس او زي الشيسوسوما اللي بتسبب مرض الشيسوسومياسيس. بلاقي في الجيوغرافيكال ديستريبيوشن بتاعتها بالنسبة للهتروفيس موجودة في الميدل ايست او الشرق الاوسط، وموجودة هنا في مصر بشكل كبير، وخاصة في الاماكن اللي بيكون فيها مزارع سمكية زي المنزلة والبورولوس وبحيرة قارون والبردويل. بلاقي قلنا شكل الادلت بتاعها بيبقى مميز خالص، بيبقى حجمه صغير بالنسبة لباقي التريماتود، بياخد شكل البير شيب، وفي نفس الوقت بيبقى فيه 3 سكرز بيبقوا مميزين جدا، بيبقى في النص فيه منطقة غامقة اللي هو عبارة عن اليوترس، ودي بتبقى بتاخد شكل غامق عن باقي الجسم. دي وفي دي الصوره اللي على اليمين دي بتوضح صوره الادلت، وهو بيبقى امبيدد في طبقه الميكوزا او بتوين فيلاي بتاعه الانتستين. في نفس الوقت بلاقي ان الانترميديت هوست بتاع الهيتروفيس عباره عن الانواع الفريش ووتر من السمك زي البولتي او البوري، ودي بلاقي لان بيكون فيها الانسيستد ميتا سيركاريا اللي موجوده واللي تبقى تعتبر الانفكتيف ستيج بالنسبه للهيتروفيس. دي صورة تانية بتوضح الادلت وهي امبيدد في الانتستينال فيلاي بتاعة الهوست او الفاين هوست. لو جينا اتكلمنا على اللايف سايكل بتاعة الهيتروفيس هلاقي ان اللايف سايكل الهيتروفيس احنا قلنا بتصيب المان والاذر مامالز او الاذر انيمالز الايتنج فيش، وخاصة طبعا الفيشر مان اللي هم بيتغذوا بشكل مستمر على الاسماك.
هلاقي اول ما بتحصل اصابه او ما بتحصل انصابه بيبدا يحصل تعتبر الهيتروفس من ضمن التريماتوزا الهيرمافروديتس او الخناس، بيبدا يحصل تزاوج اما في الدوده نفسها او ما بين الدوده دي وما بين دوده اخرى، ويبدا يخرج لي البيض. البيض بتاعها مميز، شكله زي باقي التريماتودا، بيكون تقريبا اوفل وبيكون فيه الاوبركيلم المميز بتاع البيض. بيبدا بعد كده البيض بينزل في الاستول، بيبدأ ينزل في المية عشان يفقس ويديني التور الميراسيديم. قلنا تور الميراسيديم بيبقى تور بيبقى ليه مجموعة من الأحداب وحواليه أحداب، بيبدأ ينزل المية وبيبدأ يدور على الانترميديت هوست بتاعه أو العائل الوسيط اللي هو عبارة عن قوقع بسميه فارينيلا كونيكا، وده قوقع بيبقى قوقع قائم. بيبدأ جوه القوقع بيبدأ الميراسيديم يخترق أنسجة القوقع، بيبدأ يتطور جواه أو يحصله ميتامورفوزس أو أسيكشوال ريبرودكشن، ويبدأ يديني السبوروسيست والريديا، وفي الآخر يطلع لي اللي هي بسميها السركاريا، أو في إنه في الهيتروفيس هنا بيبقى ليها نوع مميز بسميها اللوفو سيركا السركاريا أو السركاريا زعنفية الذيل. اللوفو سيركا السركاريا او السركاريا زعنفية الذيل. والفرق هنا ان انا بلاقي ان الديل بتاعها بيكون بسيط ولكن بيبقى حواليه غشاء بيبقى بيدي شكل شبه الزعنفة، عشان كده بميزها عن السركاريا بتاعة الفشولة او السركاريا بتاعة الشيستوسوما، فبسميها اللوفو سيركا السركاريا او السركاريا زعنفية الذيل. تبدا السركاريا تسبح في الميه وتبدا تدور على السكند انترميديت هوست بتاعها الثاني اللي هو عباره عن الفريش ووتر فيش اللي هو انواع الاسماك زي البولتي او البوري، وبتبدا تخترق العضلات بتاعه السمك وبتبدا تتحوصل جوه العضلات للميتا سركاريا. بتحصل إصابة أول ما بيجي المان أو الماملز أو أزر ماملز تاكل السمك المش مطهي كويس، وبتبدأ تاكل معاها الميتا سركاريا عشان تحصل إصابة بالهيدروفيس. من دورة الحياة دي أقدر أقول إن هنا بلاقي إن المان أو الماملز إيتينج فيش دول يعتبروا الفاينل هوست بتاع الهيدروفيس. هيدروفيس في نفس الوقت الإجز اللي موجودة في الستول أو في الفيسز دي تعتبر الدياجنوستيك ستيج بالنسبة للهيدروفيس. الانترميديت هوست عندي تو انترميديت هوست، الفيرست انترميديت هوست هو عباره عن قوقع البارينيلا كونيكا، اما السكند انترميديت هوست هو عباره عن الفريش ووتر فيش زي البوري او البولتي. في نفس الوقت التور المعدي او الانفكتيف ستيج بتاعي هو عباره عن الانسيستد ميتا سيركاريا اللي موجوده في العضلات بتاعه السمك. والمود اوف انفكشن او الترانسميشن دي بتحصل لما بيحصل انجيشن للانكوكد فيش اللي بتبقى انفكتد بالميتا سركاريا بتاعه الهيتروف. ده شكل الاكز بتاعه الهيتروفيز. هيتروفيز قلنا من ضمن الحاجات ان هي بتاخد شكل اوفال، بتبقى شكلها كبير، بيبقى حجمها حوالي من 30 ل 15 مايكرون. في نفس الوقت بيبقى ليها حواليها جدار بيبقى سك شويه، وبيكون مميزه زيها زي التريماتودا بوجود الاوبركيولم او الغطاء اللي موجود من فوق. في نفس الوقت برضو في النهايه الخلفيه بتاعتها بيكون في حاجه مميزه خالص اللي هي بتبقى زي ده بسميها النوب. قلنا بلاقي ان الهيتروفيس من ضمن الطفيليات اللي بتعيش فيه او بتبقى امبيدد في الانتستين بتاعه المان والاذر مامالز الايتنج فيش زي الدوكس وزي الكات وزي الفوكس. لما نيجي نبص مثلا على العضلات، ده عبارة عن صورة لعضلات السمكة مصابة بالهيتروفيس، فهلاقي بيبدأ يظهر الانسيستد ميتا سركاريا او شكل الميتا سركاريا بشكل دائري بتبقى امبيدد في العضلات بتاعة المصل او المصل او المصل بتاعة السمك. طبعا الايج بتاخد لون بيبقى بسميه يلش براون كلر او اللي هو بيبقى لون بني مصفر شويه بس يبقى لونها غامق شويه، ودي من ضمن الحاجات طبعا اللي بتميز شكل الايج اللي بتاعها. قلنا العائل الوسيط بتاع الهيتروفيس بيبقى فيه عائلين وسيط، اول عائل اللي هو بسميه قوقع بارينيلا كونيكا، وده قوقع بيبقى قائم. في نفس الوقت ده شكل تاني للإج بتاع شكل أوضح للإج بتاعة الإجز بتاعة الهيتروفيس.
الاج بتاعت الهيتروفيس هنا مش بيحصل لها هاتش في الووتر على طول، يعني ما بيحصل لها هاتش في الووتر على طول، لا هي بتاخد وقت شوية في الفيرست انترميديت هوست لغاية في البراكش ووتر، بتاخد وقت شوية في عشان يحصل لها عملية الفأس دي. في نفس الوقت في ممكن يحصل الانفكشن مش بس في البارونيلا كورنيكا، في نوع تاني من الانترميديت هوست اللي هو الكريسيديا سينجيوليا، وده موجود في المنتشر من ضمن من انواع القواقع المنتشره في اليابان، واللي ممكن تبقى كانترميديت هوست للهيتروفيس. في نفس الوقت الهيتروفيس جوه الايج بتبدا الايج بيبدا جوه الايج بيبدا يفقس الهيتروفيس، ويبدا الميروسيديم يتطور ويدين السبوروسيست، وبعد كده الريديا، وبعديها بيطلع السركاريا. قلنا السركاريا في حاله الهيتروفيس بتبقى مميزه، اني بسميها اللوفو سيركا السركاريا او سركاريا زعلوفيه الذيل بشكلها، ده واضح ان بيبقى ليها راس او بتبقى شكلها اوفال وتيل، وهنا التيل بيكون تيل بسيط ولكن حواليه جزء شفاف زعنفي، وده اللي بيديها الشهرة بتاعتها في ان هي تبقى زعنفية الذيل. في نفس الوقت بتتميز السركاريا ان بيكون ليها اي سبوت، وده ما كانش موجود في السيمبل تيل سركاريا او في الفورك تيل سركاريا. فهنا في تو كاركترستيك بالنسبة للسركاريا. في نفس الوقت انا عندي فيه نوع كذا عدد من السليفري جلاند او اللي هي بنتريتنج جلاند اللي هتساعدها ان هي تخترق العضلات بتاعه السمك عشان تقدر تتحوصل جواها وتبدا تكون لي الميتا سيركاريا. ده شكل اوضح تحت ميكروسكوب للسيركاريا بتاعه الهيتروفيس، ولو شفنا كده هنلاقي عند التيل من فوق واضح ان في غشاء خفيف اللي هو عباره عن الزعنفه بتاعه التيل. في نفس الوقت بلاقي ان السركاريا قلنا بتخترق الجلد بتاع السمكه او بتخترق الجدار بجلد السمكه، وبتبدا جو وتسيب الديل بتاعها بره وتدخل بس الراس، وفي المصل بتبدا تتحوصل او يحصل لها انسيستمنت وبتبدا تتحول للميتا سركاريا، ودي تعتبر الانفكتيف ستيج بتاعه الهيتروفيس. ممكن اقول على السركاريا هنا اللي هي الاوباسلو او بسميها اللوفو سيركا السركاريا، وقلنا دي بتتحرك في الميه لغايه ما تلاقي الانترميديت هوست بتاعها، والانترميديت هوست السكند او السكند انترميديت هوست اللي هو عباره عن الفريش ووتر فيش زي التلابيا نيولوتيكا اللي هو البولتي، او اللي هو الميوكين زي البوري. الباثوجينيسيس بتاع الهيتروفيس بيتركز كله طبعا لان هي بتعيش في الانتستين او في الابدومنا، فبلاقي ان اغلب الباثوجينيسيس بيبقى على الابدومنا. فبلاقي اول حاجه ان الانسيستد ميتا سيركاريا دي اللي موجوده، ده شكل الانسيستد ميتا سيركاريا اللي موجوده في الفيش ماسل. اول ما بيحصل انجيشن او بتبدا او كونسامشن للمصل او الانفكتد مصل، بتبدا مباشره بتروح للامعاء وبتبدا بعد كده تفقس وتديني الادلتس. الادلتس بتبدا تتعلق بالسكرز في الفيلاي او في الخملات بتاعه السمول انتستين. ممكن 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 طبعا ممكن الـ ممكن الفلاي دي ممكن في الـ ممكن الايميتا سركاريا تتشاف عن طريق اللايت ميكروسكوب في تحت الميكروسكوب. في حالة اللايت انفكشن بيبقى الاعراض الباثوجينيسيس مش بتبقى واضحة، ولكن في حالة السيفير انفكشن بيبدأ يحصل نكروزز او بتبدأ يحصل موت للخلايا بتاعة البطانة بتاعة الانتستين، وفي نفس الوقت ده بيبقى معاه او مصاحب ليه انتاج ميوكس كتير او بيكون فيه ميوكس كتير، وخاصة ده بيظهر في الستول. في نفس الوقت ان انا الاج بتبقى طبعا مع وجود الادلتس والريبرودكشن المستمر بتبدا تطلع مجموعه كبيره من البويضات، المبويضات دي بتبدا تدخل في الفينيولز او في الفينز الصغيره اللي موجوده في الانتستين، وبتبدا تدخل من خلالها للسيركيوليشن، وبتبدا تبقى امبولي او بسميها بتبدا تعمل مجموعه من بتبدا يحصل لها ترابد او مجموعه من الجرانينوما في التشو اللي حوالين الانتستين. الصورة بتوضح هنا شكل الإجز باللون الأخضر لما بتبدأ تدخل للأوعية الدم أو الأوعية الدموية اللي موجودة في طبقة السبميوكوزا اللي هي لونها أحمر. ممكن من خلال طبعا الأوعية الدموية دي توصل لباقي الأعضاء
اللي في الجسم زي الهارت والبرين واللنجز، وبتبدأ تعمل طبعا التهاب وانفلاميشن في كل الأعضاء دي، فممكن تعمل مايوكاردايتس وبرين ليجونز وليجون. لو جينا اتكلمنا على الكلينيكال بيكتشر بتاعتها، احنا قلنا ان اغلب الكلينيكال بيكتشر المصاحبه للبارازيتك ديزيز بتبقى عباره عن الايزينوفيليا، ومعنى الايزينوفيليا اللي هو زياده عدد الايزينوفيل، وده بتبقى اول حاجه، اول كلينيكال بيكتشر ممكن الاحظها في البارازيتك ديزيز. في نفس الوقت في حاله الهيتروفيس، في حاله الهيتروفيس اتروفيس بلاقي دايما بيبقى فيه ابدومينال بين وكلوكي بين اللي هو عبارة عن التهاب في القولون، وطبعا دايرية ومصاحب معاها طبعا خروج كمية كبيرة من الميوكس. في الدياجنوزز ممكن طبعا تحصل الدياجنوزز من خلال الكشف عن وجود الاكس في الاستول. طبعا الاكس بيكون ليها شكل مميز من خلال الاوبركلوم اللي موجود ومن خلال حجمها واللون بتاعها، بلاقي هنا بتبقى اوفال وبتبقى ليها جدار سميك، وفي نفس الوقت بتاخد شكل لون بني مصفر شويه، ووجود الاوبركلم اللي موجود والنب في النهايه الخلفيه بتاعه الايج. في نفس الوقت بلاقي ان الايج بيبقى جواها الماتيور ميلوسيديوم. لما اجي قلنا نبص على البلاد بيكتشر بتاعتها الاقي فيه زياده واضحه في الايزينوفيل سيلز. بالنسبة للتريتمنت، التريتمنت بتاعها بيبقى شبه التريتمنت بتاع الشيزوسوما، وبيبقى عبارة عن نوع من أنواع الكيميكالز اللي هو البرازاكوان. ده شكل مورفولوجي، في السلايد دي هنوضح الشكل المورفولوجي بتاع الأدلت، وقلنا بتاخد شكل البريفورم وبتبقى متغطية من برة بسكيلز صغيرة أو سباين صغيرة بتبقى موجودة على الجسم من برة، وخاصة في المنطقة الأمامية من الجسم.